في إطار تنفيذ مخطط العام الصادر عن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بموسى غانم المتعلق بمحاربة دارة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد معالجة معلومات مفادها من الضحايا الذين لفظتهم أمواج البحر والمقدر عددهم بثمان أشخاص لحد الآن منهم 2 قصر 6 أشخاص بالغين، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجاج من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تعمل على تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، أين تم توقيف 7 أشخاص من بينهم امرأة وحجز 4 هواتف نقالة مسجل كاميرات مراقبة سيارتان يقوم أفراد الشبكة باستعمالها. سوف يتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي فور الانتهاء من التحقيق. هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة طيلة أيام الأسبوع عبر الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة.